السلام عليكم. عليكم السلام. شو الله الشيخ، تفضل. حضرتك انا دلوقتي بصلي التراويح مع الامام، تمام والحمد لله، والشفع ولادة يعني بصلي معاه لحد ما اصلي، تمام نعم معايا مش معايا مش شيخ معك. وبالليل مثلا على الساعة واحدة كده مثلا لحد الفجر، بدل مثلا بمكره دي مثلا كان في المسجد او في البيوت، بدل مثلا ايه ادعو بس ما بصليش، انا بحب ان انا ابقى ادعو، فانا عايز اصوم وانا بعمل كده يعني حتى قبل رمضان مثلا، مش فاهم، لم افهم. يعني انا ما بصليش بقى في الليل، بدعو بس بدل ادعو. يعني معلش، اعد السؤال من اوله. من قال بس كده؟ ما هو قيام الليل بادئ من بعد العشاء. بالظبط انا مثلا المدرسه بروح الساعه 1 مثلا، ها؟ بروح الساعه 1 بس من الساعه 1 لحد الساعه 4 ادعو ما بصليش. طب لا، هذا ليس قيام ليل. ليس قيام طبعا. يعني مش هدخل ساعه تحت حديث من قام ليله بقدر. لا لا لا، قيام الليل تصلي. قيام بدون صلاة لا يسمى قيام ليل، يسمى استغفار بالليل أو دعاء في الليل. لا بد من الصلاة. ما لا يسمى قيام إلا إذا كانت فيه صلاة. تمام مع تمام السلامة. شكرا. السلام.